مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي بعض الأخبار بالنسبة للسيرفر اللي هو بجنوب إفريقيا، وبعض الأخبار كمان بالنسبة للتحديث الجديد والأشياء اللي حصلت معنا. إذا أنت أول مرة عندك تشاهد فيديو على القناة، يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، وحط لايك للفيديو، اكتب كومنت حلو. وأنا حابب أتشكركم كلياتكم على 6000 مشترك وأخ وصديق عندي بالقناة، بتشكركم جدا على هذا الدعم، وأنا بشكر رب العالمين إنه عم يعجبكم المحتوى جدا. فما بدي أطول عليكم المقدمة، رمضان كريم، كل الدعم بالآيتم شوب نيمو 9 ومشاهدة ممتعة. مثل ما بنعرف أصدقائي، من فترة صار معنا موضوع السيرفر يلي هو بنورس أفريقيا، اللي هو بشمال أفريقيا. الناس صارت تحط هاشتاج على الفيسبوك وعلى تويتر وبكل مكان إنه بدنا سيرفر بأفريقيا، بدنا سيرفر بشمال أفريقيا. بس شركة فورتنايت تواصلت بهذا الموضوع، ولحنا شفنا رد سريع لهذا الموضوع، بس ما عملوه نورس أفريقيا، عملوه جنوب أفريقيا. يعني عكسوا الموضوع، عوض النورس عوض الشمال، يعني ساووا جنوب. عملوا بجنوب افريقيا سيرفر جديد، وهو نزل معنا بملفات اللعبه مثل مظاهر امامكم بالصوره، وعلو عده اكواد وعده ارقام بيظهر انه هذا السيرفر تم اختباره ورح ينزل معنا. مثل مظاهر امامكم بالصوره، هاي الصوره اماكن السيرفرات كلياتها، وبالمكان اللي انا معلم عليه بالاخضر او في هاي الصوره الثانيه، بالمكان اللي انا معلم عليه بالاحمر، بهي المنطقه الحمراء اللي هي اماكن السيرفرات كلياتها بالعالم. مثل ما شايف في ثلاث مناطق حمر، اللي هي كومينج سون اللي هن قادمين قريبا، واحد بافريقيا واثنين فوق مدري وين، وواحد تاني على اليمين مدري وين. فهدول هن الاماكن كلياتها. يعني هلا احنا اللي بهمنا اللي بافريقيا، اللي بافريقيا مكتوب عليه كومينج سون اللي هو بالاحمر، هذا ان شاء الله رح يتفعل معنا. وشركه فورتنايت حكت بهذا الشيء ونزلت تغريده وقالت انه نحن كثير كنا عم نشتغل على هذا السيرفر، ونحن رح نفعل هذا السيرفر، وفعلا طلع معنا بملفات اللعب السيرفر الخاص بافريقيا، بس مو بالشمال، طلع بالجنوب، بمنطقه الجنوب اللي هي بمنطقه جوهانسبرغ. هاي المنطقه اللي حيكون فيها السيرفر، منطقه افريقيه كبيره، يعني من اكبر الاماكن بافريقيا بجنوب افريقيا. هذا هو المكان اللي حيكون فيه السيرفر. ولو انت من هذيك المنطقه اكتب لي تحت بالتعليق، بدك تلعب على بنك زيرو الصراحة، يعني احلى شيء بالموضوع، الله يهنيكم يا رب. فلا نحن رح نعمل شغلة جديدة، انه نحن رح نعمل نضل بالهاشتاج يلي هو النورس افريكا سيرفر، يلي هو بيحكي بقى عن شمال افريقيا يلي نحن طلبنا وما اجانا. نحن طلبنا الشمال، اجانا الجنوب. فلا نحن هذا الهاشتاج زار امامكم بالصورة، وانا كاتبه تحت عندي بالدسكريبشن، اي حدا بيقدر ينشر لنا اياه، مثل ما سعودية اخذت ميدل ايست، ومثل ما جنوب افريقيا اخذت، كمان نورث افريقيا اللي هو شمال افريقيا المفروض كمان تاخذ. فشركة فورتنايت نزلت تغريدة وحكت بهذا الموضوع، وقالوا انه نحن عم نشتغل على هذا الموضوع، وشركة فورتنايت عم تتابع كل شيء الصراحة، وما عم تفوت اي شيء وتطنش اي شيء. فياريت هذا الهاشتاج ينتشر بكل مكان، وياريت تساعدونا وتساعدوا الناس اللي هي بشمال افريقيا، مثل ما اجى السيرفرات الثانيه بجميع الاماكن، جنوب الميدل ايست وكل اماكن، ساعدونا بهذا الهاشتاج اللي هو شمال افريقيا، لحتى يوصل البنج لكل العالم، تكون العالم كلياتها مبسوطه وما في حدا مظلوم. هذا هو موضوع البنج، وهو موضوع السيرفر عفوا، يعني هذا هو موضوع السيرفر كلياته، وهي هي صورة الخريطة تبع جنوب افريقيا اللي حيكون بهالمنطقة هذا السيرفر، تحت اخر شيء بالقارة الافريقية من عند البحر. يعني عم نحكي بالعامي، لانه ما رح اعرف احكي لكم بالاتجاهات، وهي هاي هي اماكن الخريطة كلياتها، والمكان اللي معلم عليه بالدويرة الزرقاء او الدويرة هي الخضراء، بالمنطقة اللي عليها سهم احمر هون رح يكون السيرفر. وفي لسه معنا اربع اماكن اللي هي الهونج كونج والميلان، وهدول اماكن ثانية، وبحرين مشي حال نزل تبع بحرين. فبس هذا هو موضوع السيرفر كلياته، بدنا نورث افريكا سيرفر. يا ريت هذا الهاشتاج يلف بكل مكان، وتساعدوا اكثر ناس تقدروا فيها، تساعدوا وتنشروا هذا السيرفر. خلينا نحكي كمان عن الخبر الثاني بالنسبه للتحديثات. تحديث رقم 12.50 نزل معنا بملفات اللعبه، وهلا هو قيد التجريب على السيرفرات. قادم معنا التحديث 12.50 خلال هذا الاسبوع ان شاء الله او اللي بعده، مو معروف لحد الان امتى بالضبط، بس هو طول ما نزل على السيرفرات وعم يتم اختباره رح يكون معه اسبوع لحتى ينزل بالسيرفرات. فجهزوا الباقات تبعتكم مشان رح يكون في تحديث الفتره القادمه. والموضوع الثالث اللي معنا اللي هو عن هاي الصوره. هاي الصوره انتشرت بالفيسبوك وبتويتر وبكل الدنيا، وقالت انه المدير التنفيذي تبع فورتنايت او تبع ايبك جيمز بشكل عام غير صوره الغلاف تبعه على تويتر، اللي هو اسمه مارك رين، بغلاف سيزون 3 تبع فورتنايت شابتر 1. فالناس كلها انصرعت بعد حدث ترافيس سكوت، مدري مين نشر هالإشاعة وعمل سكرين شوت ونزلها بكل الدنيا وانطرشت كل الدنيا، انه هذا البني ادم غير صورة غلافه لصورة غلاف سيزون 3 بالشابتر الاول.
فكل الناس صدقت انه احنا راجعين بالسيزون الثالث، لانه في بعض الناس قالت انه كان المفروض نحن نطلع من بعد حفله ترافيس سكوت ونفوت جوات الخريطه السيزون الثالث ما نرجع بالخريطه. يا جماعه فورتنايت عملت السيزون هاد او يعني شابتر 2 وعملت فيه خريطه جديده، ما لح تروح هذا التعب والخريطه جديده والسباحه بالمي وترجعنا على خريطه السيزون الثالث وخلصنا هيك واو وخلصت الدنيا ورجعنا. هيك الدنيا لح تنضرب 100% وفورتنايت لح تموت 100%. فهن اللي حيكونوا اذكياء طبعا ما رح يكونوا بهذا الغباء انه هن يرجعون على خريطه السيزون الثالث. انتشرت هاي الصوره والناس كلياتها صدقت. قام بعد منها كتب تغريده مارك رين كتب فيها اذا انت عم تتابعني مشان تعرف تسريبات واخبار فانا مو من هذا النوع، انا هاي الصوره حاطه من سنه تقريبا او من سنتين ما له متذكر بالاكيد، بس هاي الصوره هي عنده قديمه بصوره الغلاف وما دخلها باي تسريب واي شيء. وهو وضح انه لو انت بتتابعني مشان تسريبات ومشان تعرف اذا انا بعمل اي حركه رح تنزل فورتنايت ومراقبه، بتمنى منك انك تشيل المشاهده من عندي او عفوا تشيل المتابعه من عندي مشان لانه انا ما بنزل هيك شغلات وما بنزل هيك اشياء عن فورتنايت. هي قصه الصوره مشان ما حدا يخدعكم بالجروبات على الفيس او بالانستغرام او باي مكان تفكر انه فعلا هذا الموضوع صح وانت تجي تقول او ماي جاد خلص رح تنزل ورح نرجع وهيك. لا، هذا الموضوع غلط 100%. والموضوع الرابع والاخير معنا اللي هو بالنسبه لهذا السكين، هذا السكين الناس صارت تنزل عنه انه هو تحديات اوفر تايم. بالنسبه لهذا السكين اصدقائي متوقع يكون للناس اللي شاركت بالبطوله. بهالبطوله الناس اللي حتربح او اللي حتلعب فيها بشكل عام رح تاخذ هذا الستايل اللي هو لونه ابيض وذهبي لسكن الموزه، وهذا السكين او هذا الستايل ما دخلناه بتحديات الاوفر تايم اللي هي رح تعطيك شكل سكنات مثل ما نحن متعودين بكل الشابتر الاول والشابتر 2 وبكل السيزونات معنا هذا الموضوع. فهذا الشيء غلط 100% وهذا السكين ما رح ينزل اوفر تايم، هذا السكين رح يكون للناس تبعات البطوله. وما توقع كمان يكون هاي الصوره او هذا السكين مجرد تصميم مع البطوله لحتى يتماشى شكله مع تبع البطوله ويكون سكين حلو ولوجو حلو للبطوله مو اكثر من هيك. يعني لحد الان انا مالي متاكد 100% انه هذا السكين او هذا الستايل تبع الموزه رح ينزل للناس اللي لعبت بالبطوله وهو 100% مو تحديات اوفر تايم. انا هيك اخر التسريبات يعني وهيك اخر الاخبار اللي انا عرفتها بالنسبه لهذا السكين، يعني مو معروف شو هو لحد الان، بس تقريبا بتقدر تقول 90% للناس اللي بالبطوله ما دخلوا بتحديات الاوفر تايم وبملفات اللعبه ما في اي شيء بدل على التحديات اوفر تايم لحد هاي اللحظه. بدنا نستنى التحديث 12.50 لحتى نشوف الملفات الجديده شو رح يكون فيها بالنسبه للسكنات وستايلات جديده وممكن يكون تحديات اوفر تايم وكذا شغله جديده رح تكون معنا بهذا التحديث. فانت اشترك وفعل زر الجرس اول ما ينزل هذا التحديث واول ما ينزل تسريباته وفك تسريباته انا رح جمع لكم اياها فيديو وارجيكم اياها. هيك انا بكون عرضت لكم كل شيء اخبار اخر شيء معنا، يعني هي اخر الاخبار تقدر تقول بالنسبه لفورتنايت حاليا وما في اي شيء جديد بالنسبه للاخبار او تسريبات او اي شيء. فاذا انت اول مره عندك شاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك تفعل زر الجرس وحط لايك واكتب كومنت حلو لحتى يوصل لاكبر عدد الناس، ولا تنسى تشارك هيك فيديوهات مع اصحابك مشان يكون عندهم درايه باخر الاخبار، وقول لهم كمان هيك على القناه وساعدني بالدعم اكثر واكثر. كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9 وشكرا لك اذا استخدمته وبرعايه الله ورمضان كريم. لعن يا زلمة البنك لو بتطلع البوم كان زمانك هلا زفقتني واحدة 200 بخشمي. Gotcha. Stop this conversation.